اليوم السعد باستضافة زميلي وصديقي زهير مهداوي الصحفي بجريدة الكوتينيان دون وصاحب موقع الإكسبرس ودي زاد. صباح الخير زولة زهير. صباح الخير يا بلال، شكرا على الاستضافة. العفو هذا حقكم أنتم كصحفيين منا، أنه نخصر لكم يوم أو حصة كل أسبوع للسادة الزملاء الصحفيين. زهير خليني نبدا معاك، لأنني قلت بلي صاحب موقع الإكسبرس دي زاد، شفنا مؤخرا رئيس الجمهورية أصدر أمر أو قرار بضرورة التسريع في إيجاد أو تقنين المواقع الإلكترونية ومنحها الإشهار العمومي. أنت بصفتك، خلينا اون دو كاسكيت، راك اليوم بقبعتين، بقبعة صاحب موقع إلكتروني، كيفاش تشوف هذا القرار؟ السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير مشاهدين شروق نيوز، شكرا على الاستضافة. قال لك جمال الدين الأفغاني، قال لك يعني الأزمة تلد الهمة. الجزائر تاع 22 فيفري، قبل 22 فيفري وبعد 22 فيفري ماشي كيف كيف. نعم. دونك الصحافة الإلكترونية، دونك حنا نثمنوا يعني بكل صراحة لا ديسيزيون هذه تاع رئيس الجمهورية. بصح حنايا عندنا شوية لا ميموار كورت. دونك راني نشوف باللي راهم يديروا لي ميم زيرور دو باسي. مثلا دونك نفهمك، دونك الصحافة الإلكترونية كيما الصحافة المكتوبة كيما الأوديو فيزيوال اكسيتيرا، راني نشوف باللي اللي راهم يعني اون شارج دو سو دوسيي سي با دي بروفيسيونيل. دونك لا ديسيزيون تاع رئيس مليحه، بصح درنا ديجا تجارب كبيره من 89 الى يومنا هذا. دونك اون ريفي لي ميم زيرور. انا جو بونس كو لازم اصحاب القرار، الدوله ولا على باليش كيف نسموها، اصحاب القرار لازم يعرفوا باللي علي الظاهر. احنا دوما تعودنا كصحفيين نقولوا اصحاب القرار راكم غالطين، الحكومه راكي داخله في حيط، وننتقدوا يلا. لكن ابتعدنا عن شيء ربما هو ركيزه في انتقاداتنا، هو نعطيو لهم البديل. وشنو هو البديل؟ انت ربما من اهل قطاع الاعلام الالكتروني، وشنو هو البديل للنقاط اللي راك تشوفها انت ضعيفه في ما جيء به في هذا القرار؟ القرار مازال ما على بالناش، هذه سين جوست اون ديكلاراسيون تاع الرئيس، دونك لي ديتاي ما على بالناش. بصح هنايا بون ما عندناش يعني البوفوار باش نبدلو، ولا حنا دوكا رانا ننصحوا كما كنا ننصحوا من 89 الى يومنا هذا. قلنا باللي قبل ما يديروا قانون، قبل ما يديروا حاجه، لازم يشاوروا الصحفي المحترف. الصحفي المحترف شكون؟ اللي يخدموا سي لو تيرا معروفين. ماشي تجيب لي واحد كان يخدم في السبعينات في صحيفه ومن بعد ولا وزير ولا سيناتور ولا، تقول لي هذا صحفي نديروه بار اكزومبل على تيد دين كوميسيون. هذه ما نقبلوهاش، درناها ديجا مع لاراف، درناها ديجا في لابريس اكريت، ما نجحتش. واش لقينا؟ لقينا عصابه داخل الصحافه، كما كاين عصابه في وسمو في اون بوليتيك اون ايكونومي، كاين ثاني في الصحافه. وعلى بالنا طونك ما غربلناش يا بلاد، طونك ما درناش تغربيل الصحافه هذه، نوليو توجور لي ميم بروبليم. وباش نغربلو لازم 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 كل الاراده. بون الاراده سينسيرمون اونيتمون رانا نشوفوا بلي كاين اراده قويه، باش نكونوا يعني صراحه. الرئيس من خلال كل كلامه على الصحافه تلقاه يعطي، يقول لك بلي تكون عندها حريه، ولكن الحريه ديالها ما تعداش حريه الناس. انا اعتقد انه هذه هي المعنى للاحترافيه، لانك انت ما تسبش او ما تعداش على شخص ما باسم حرية الصحافة. وي بيان سور، واش قلت لك من البداية يا بلال؟ قلت لك لازم تغربيل. تغربيل بون، هما دوكا الصحافة الإلكترونية سي لا ديجيتاليزاسيون دون مانيير يعني جينيرال،
شغل ني بلي كونترولي بار ليتا بار لو بوفوار ولا بار اصحاب القرار ولا ماشي كيما الصحافه المكتوبه بار اكزومبل. تحب بار اكزومبل تغلق جريده تروح لامبريمري تقول ما طبعوهاش اكسيتيرا. الصحافه الالكترونيه راهي هربه. دونك كيف كيف الان كل شيء ولا كيف نديروا يعني. كيف نديروا لازم قوانين. لازم نديروا قوانين ولازم القوانين هذيك ثاني تطبق. نعم ضروري نعرفوا شكون هي المواقع اللي تبقى والمواقع اللي تروح والمواقع الاكثر جديه والمواقع اللي تمارس اعلام من نوع اخر. هذا هو المفهوم اللي حبيت نلخصه. شوف هذا هو المفهوم لازم نغربلو. نعم ولكن خليني ظاهر ان سألبسك قبعة ثالثه وهي نائب لتسقيه او هكذا الصحفيين الكونسي ناسيونال دي جورناليست الجزائري مجلس الوطني للصحفيين الجزائريين نقابه وما يعرف بنقابه ولكن يا ظهير قل لي ماذا قدمت هذه النقابه للصحفيين الجزائريين. نشوفوها دائما. خليني انا زميلكم بكل صراحه في المجلس ولكن لم نرى اي دفاع على الصحفيين من خلال هذا المجلس يا زهير. والله غير يا بلال يا خويا هنا راك غلط. دوك نقول لك وعلاش. حنا النقابه هذه بدات تنشط منذ اكثر من 14 سنه بلاش 15 سنه. لاغريمون جبناه ابري لو 22 فيفري لو موا دو جويي 2018. نعم يعني هذه ثمرة ثانية من الحراك باسكو وهل استغليتم هذه الثمرة هذه؟ شفنا صحفيين يتم الاعتداء عليهم ولا تتدخلون. شفنا معاناة لصحفيين ولا تتدخلون. عندنا زملاء وزميلات راهم يعانيوا وبناتهم ولادهم يعانيوا لما نتكلموا على زميلة جميلة شير وما يحدث لابنتها ولا أحد من النقابة تحدث عن هذه القضية ولا أحد حاول يضغط على الحكومة أو يضغط على ما أسميتهم أنت من أسميتهم بصنع القرار لإيجاد حل مثل وهذه حالة من الحالات كثيرة. صحفيين ما عندهمش سقف ونيباتوا صحفيين ما يدوش أجور كثير من المشاكل يا زهير. أين هي النقابة اللي ديتوا ثمرة الحراك على جالها؟ شوف كيما قلت كنا نتكلموا كزملاء انا ثاني يعني نهضر معك بكل صراحه. القانون واش يقول؟ القانون احنا نورمالمون ندافعوا على المنخرطين. نعم. هذا هو القانون اللي ينخرط معنا ندافعوا معه. مي مالغري سا احنا درنا اكثر عندنا 9 شهور دوكا عندنا لاغريمون. كي يكون عندك لاغريمون دونك تقدر دير لي كومونيكي تقدر تسمى تي بو بابلي لي زوتوريتي اكسيتيرا. شوف نقول لك راك غلط. شوف المشكل عندك بار اكزومبل المشكل تاع الجزائر نيوز كاين no. كاين سيرتا مومون كاين ان بروبليم. حنا اول نقابه وطنيه اون ابلي لو غوفرنمون جوستومون ابروندر اون شارج لي سالير باسكو الجزائر ولا اسمه لو طون ما كانوش يخلصوا. درنا دي كومونيكي درنا دي ريونيون اون ابلي باش الدوله تخلص لي سالير تاع الصحفيين اون اتوندون لو بروبليم سوا ريغلي. كي قلت لي باللي الصحفيين اون في بليزيور كومونيكي للصحفيين اللي تعدوا عليهم كسوا في الحراك كسوا لي ديريكتور دو بوبليكاسيون. والله يا بلال اون في بليجر كوميني اون في بليجر كوميني معليش يلاه دورتنا بهذا الشيء دوك الان انا سالتك لانه باش تكون عندك اجابه. انا نطرح لك ما يطرحه الزملاء الصحفيين على فيما يخص هذه النقابات. زهير خليني نمشي معك الى قضيه اخرى ثم نعود الى قضيه الاعلام. شفنا هذا الاسبوع انه رئيس الجمهوريه اجتمع بحكومته للمره الثالثه او الرابعه على التوالي منذ توليه رئاسة الجمهورية في مجلس وزاري أو مجلس وزراء استثنائي خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة. ولن حتى يفهم الجزائريين ما هو ماذا يعني مخطط عمل الحكومة زهير. بون ينبسطوا الفكرة يعني البلان دو غوفرنمون سي
اون كالك سورت البروغرام اللي يديروا باش جوستومون بناد تسمى البلاد الفارو ديماري باسكو على بالكم باللي السنوات الماضيه كنا ماشي حابسين كنا ميتين. ديجا هذا لو فات ديجا الرئيس يعني الى دوني دي سيني يعني لو فات يدير زوج ولا ثلاثة يعني اجتماعات وزارية يعني حاجة فريمون تري امبورطونت للخارج ديجا باش يقولوا باللي رانا هنا رانا نخدموا. شفتوا واش صرا مع ليبيا جا رئيس تركي سي فريمون تري امبورطون. دوكا المخطط انا المخطط والله ما قريته اون ديتاي بلا بصح اون تيرم يعني اون بوليتيك هذه يعني سي دي سين تري بوزيتيف سي دي سين تري بوزيتيف يعني باش يعني لو موند يعرف باللي الجزائر راهي تخدم راهي روديمارات اكسيتيرا باسكو اوني باسي بار ان بيريود ما نوليش يعني ما نوليوش لو باسي مي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. حنا رانا نشوفوا سينسيرمون رانا نشوفوا اذا كملت يعني الحاله هكذا رانا نشوفوا يعني فيها خير بصح لازم دي كونكري ما تبقاش برك امور يعني في اطار اجتماعات باسكو الناس والغاشي يعني دون مانيير جينيرال كرهوا من الهضره حبوا الحاجه كونكري. نعم اكيد نمر الى الواقع هكذا حبيت تقول يا زهير. خليني اذا نسالك ربما في ما يخص السياسه الخارجيه للجزائر. شفنا وزير الخارجيه سي بوغادوم كان مشى ليبيا التقى بحفتر قبلها كانت لقاءات هنا من او جاءت تركيا جاءت السعوديه الامارات وكذلك مصر قبلهم كذلك عدد كبير من الدول. شفنا رئيس التونسي سعد قيس لنا في الجزائر. زهير لماذا هذا الاهتمام ربما بموقف الجزائر خاصة في القضية الليبية وقضايا أخرى شفنا كانوا ناقشوها هنا الآن لماذا في الوقت هذا بالذات وشنو هي ربما الإشارة اللي تقدر تمدها من خلال هذه الاجتماعات؟ يعني الجزائر يعني ولات البلاصتها يعني سا بلاص يعني اوريجينال يعني الجزائر كانت سي ان فورس دو بروبوزيسيون يعني كانت والى يومنا هذا الجزائر كانت قوه يعني اقليميه. نعم بون ان سيرتان مومون كان شويه لا ديبلوماسي الجيريان يعني الدبلوماسية الجيريان كانت راقدة وعلى بالكم وعلاش كانت راقدة باسكو كلش كان سونتراليزي في يد انسان واحد رئيس الجمهورية السابق كان مريض دونك واحد ما يقدر يدير حاجة. الان الجزائر ناخذوا برك مثل صغير يعني المشكل تاع ليبيا. الجزائر قبل ما يضربوا ليبيا كانت تقول باللي المشكل تاع ليبيا ما يتريقلاش يعني بالسلاح ولا يلاقيكم بالسياسه والديالوج والحوار. واحد ما حب يسمع الجزائر هو واش صرا شحال تفلقت ليبيا تفلقت بلاد اسمها ليبيا لم تعد هناك بلاد اسمها ليبيا ما كانش ليبيا دونك لا ريجيون كاع لا ريجيون تونس والنيجر ومالي على جال بروبليم ليبيا شفتوا واش صراو دونك شافوا باللي الجزائر الكريديبل. الجزائر كي تقول باسكو الجزائر ديجا ليبيا جيراننا دونك دوكا ولاو كاع راي الجزائر دونك الدبلوماسيه الجزائريه او ولات يعني بلاصتها والجزائر اللي كريديبل. الجزائر مالغري يعني كاع لي كاباسيتي تاعها ميليتير الجزائر قوه عظمى في 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 يعني في منطقة. في افريقيا في المنطقه بصح جامي استعملت سلاح ضد جيرانها. الجزائر كانت تدعو دائما الى الحوار دونك والدبلوماسيه الجزائريه مع المينيستر دي سافير اترونجير هذا الجديد بوقادوم راهي ولات البلاصتها يعني اوريجينال يعني الجزائر كانت هكذا كانت يعني سي ان اكتور برانسيبال وشفتوا حفتر اللي كان يعني ما يسمع لحتى واحد
استقبل البارح ولا البارح استقبل بوغادوم استقبل بوغادوم، هذا سيانسيني نعم. سيانسيني تري بوزيتيف بولا ديبلوماسي. في هذه النقطة بالذات الزهير خليني نسألك، في كل دول العالم تلقى الخارجية ديالهم ما تدير أي شيء، ولكن الترويج الإعلامي أو الماركتينج الإعلامي اللي ما يقوم به وزير الخارجية، حتى إذا كان راه هذا وزير الخارجية التقى ما نعرف شكون، تلقى ماركتينج إعلامي من ناطق رسمي من الإعلام الرسمي. إلا في الجزائر شفنا أنه هناك خطوات كبيرة للخارجية صحيح. الجزائرية وللدولة الجزائرية، ولكن الماركتينج الإعلامي أو التسويق الإعلامي غايب تماما. صحيح، باسكو أصحاب القرار يشوفوا الصحفي الجزائري كعدو ماشي كشريك. انا رحت جي فواياجي الخارج، رحت الولايات المتحده، رحت فرنسا، المانيا، اسبانيا، جي فواياجي يعني شفت الصحفيين كيف يعني اصحاب القرار كيف يتعاملوا مع الصحفيين نتاعهم، احترام يعني دون ان كادر يعني تري ريسبكتيو، خاصه في الامور الخارجيه. إذا الصحفي وأصحاب القرار الخارجية أو الناطق الرسمي الخارجي يكون شريك يعني معه، لأنه إيه؟ هذا مش ما يدخلش في إطار يلا قال أنت مسؤول وأنا صحفي راح ننتقدك ولا نكون عدوك. هنا راح يكون شريك في الشؤون الخارجية، لأنه في النهاية الاثنين راكم تخدموا على مصلحة بلاد. لما نشوفوا فرنسا، نشوفوا قناة فرنسا 24 كيفاش تدافع الصحفيين ديالك، شي يدافعوا على فئة الخارجية الفرنسية، ولكن في نفس الوقت الكيدورسي يتعامل مع القناة، يتعامل مع معلومات، يتعامل. ولكن في الجزائر تشوف لغياب تام للترويج الإعلامي للسياسة الخارجية الجزائرية، خطوات كبيرة قامت بهم السياسة الخارجية الجزائرية لولا أن الإعلام بمحض إرادته روج لهذه الخطوات. لو ما تلقى حتى واحد يساعدك، لما شفنا خرجت بوغادو مؤخرا الى ليبيا، حتى ولينا نشوفوا ناخذوا من الدول الاجنبيه صحيح. انه بوغادو ما راح ليبيا وليس من وكاله الانباء الجزائريه. يا صهير إيه، هذا هو المشكل. قلت لك اصحاب القرار ما يشوفوناش كيعني شركاء يعني. نعطيك مثال بار اكزومبل، فرنسا رئيس الجمهوريه الفرنسي كيروح في الخارج بار اكزومبل عنده واحد 20 ولا 25 صحفي يديهم معاه، والثاني المسؤول الاعلام في رئاسه الجمهوريه الفرنسيه يدير بريفينغ مع الصحفيين. باسكو علاه؟ باسكو هما يدافعوا على بلادهم، حنا يدافعوا على بلادهم، حنا خلونا هكذا سي فري، حنايا ندافعوا على بلادنا، بصح كاين حوايج ما على بالناش بهم، كاين حوايج ما نعرفوهمش، كاين حوايج لازم هما يقولوا لنا، لازم يفهمونا، لازم الصحفي شريك، لازم الدوله هذه ولا اصحاب القرار لازم يعرفوا ان بون فوا بور توت باللي الصحفي هو شريك ماشي عدو. كيف فهموا هذه؟ أكيد، الأمور تمشي وحدها. أكيد، وهذه الانتقادات نوجهوهم اليوم وغدوة باش غايتنا أنهم يحسنوا نفسهم. هادو ربما لما نتكلم على خلايا الإعلام والاتصال وكذلك الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية، على الأقل سوقوا للعمل اللي راكم ديروه، اللي ديروا الخارجية المجهودات هذه، يخلينا سوقوا لها أو سوقوا لها على الأقل أنتم من خلال الإعلام، على الأقل إذا كان عندكم حساسية من الإعلام الخاص مع الإعلام الرسمي. كما سبقت وقلت زيارة بوغادوم شفناها في وسائل الإعلام الأجنبية ولم نراها في وسائل الإعلام أو الرسمية الجزائرية، وهذا أمر مؤسف وبالعكس أكثر من مؤسف بل هو مقرف تماما. يا زهير خليني نروح معك إلى دوما لقاءات رئيس الجمهورية مع المسؤولين الأجانب. سيكون له زيارة إلى المملكة العربية السعودية. هل تشوف لي حتى الرئيس ربما الآن المسؤولين اللي راهو يلتقي معهم سواء كانوا مسؤولين عرب أو مسؤولين أجانب عندهم وزن في الساحة السياسية العالمية؟ وي بيان سور. دابور قبل ما نجاوبك على السؤال، رئيس الجمهورية تبون دوكا اللي تونتران يعني دو راترابي لو روتار اللي درناه ديجا اون ماتيير دو ديبلوماسي. عندنا واحد 15 سنه روتار، عندنا او مينيموم واحد 15 سنه روتار. دونك هو عندك
الرئيس التركي، عندك الإمارات، الوزير الخارجية الإمارات، والسعودية. هادو هما اللي شادين المونوبول العربي، حبوا لك راه الإمارات، السعودية، تركيا، دونك سي دي سيني. دونك اذا الرئيس تبون راح ليهم ولا هما جاو لنا، دونك الجزائر راهي سور لا بون فوا، اللي تونتران يعني دو سو ريبلاسي. نعم، خلال كذلك الاسبوع الماضي كنا شفنا بوليميك كبيره وحاله من حاله غير طبيعيه، سواء من النخبه، انا لا اتكلم المواطنين ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سأتحدث عن النخبة وعن الصحفيين كذلك، لما قالوا أن الجزائر هي في حاجة وفي ربما في فقر كبير، وتمنح تونس 150 مليون دولار. ظهير، ما الفرق بين الهبة المالية وما الفرق بين ربما الوديعة المالية؟ جاوبت على السؤال. هذه ماشي يعني سي با ان دون، هذه وديعة، هذه سي انت شوف تحبون تحط دراهمك في اي بنك، هذه وديعه، هذه سي با ان دون. لازم الناس تفهم بون فوا بور توت بلي ما الجزائر ما مدتش دراهم هذو لتونس، هذو شي جوست داروهم في البنكا بور فير فاس او زيكسبورت بلوتو او زامبورتاسيون. نعم. زامبورتاسيون باسكو تونس راهي في ازمه اقتصاديه كبيره، وحنا يعني سي اون تراديسيون. نعم. يا بلال، جار كيجي كيقول لك ما عنديش ناكل. تخليه. أكيد الجزائر كان دائما أمن معك. الجزائر من أمن تونس. نعم. باش نتفاهموا، لو كان يعني بكل صراحة، لو كان ماشي يعني مصالح الأمن التونسية تخدم مع مصالح يعني كولابوراسيون مع مصالح الأمن الجزائرية، لو كان دخلونا يعني إرهابيين، لو كان دخلونا باش أكيد. هذه لازم الناس تفهم، لازم الناس تفهم، سي با ان دون، ماشي دراهم مرميناهم، هذه سي جوست وديعه في بنك في تونس. فوالا. الظهير، في الختام، واش راك حاب تقول لنا فيما يخص قانون او قانون المواقع الالكترونيه، وشنو هما الاقتراحات اللي تقدر تمدهم، ولكن في وقت وجيز، لان الزملاء يقولوا لي اختم البرنامج يا بلال. شوف يا بلال، انا تعرفني نهضر بكل صراحه. نعم. نخاف غير من ربي سبحانه. اكيد. هكذا. شوف، الصحافه دين مانيير جينيرال لازم تتغرب بلي بون فوا بور توت، لازم باسكو عندنا ثاني عصابه داخل 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 الصحافه، لازم نغربلو ونقول يعني لاصحاب القرار ما يقدروا يديروا والو، اذا حبوا يديروا حاجه مليحه يعني لازم يشاركوا الصحفيين. نهضر لك على الصحفيين، لي جورناليست بروفيسيونيل. وثاني كي نديروا قوانين لازم تطبق، ولازم ثاني هذه يعني البروبليم تاع الشخصانيه، ولا لازم يفوا افوار افير دي انستيتيسيون، ماشي الانسان وزير ولا مسؤول يروح ومن بعد يلغي كاع واش دار. قرار يعني يكونوا قرارات، يكونوا قرارات يعني عندها جذور. لازم نلحقوا. نعم. نلحقوا ان مومون وين اون افير دي انستيتيسيون. صح. يعني مؤسسات ماشي الاشخاص. نعم. شكرا لك ظهير. شكرا لك، شرفتني مره اخرى، وكنت تشرفني في كل حصص التي أشرفها وأقدمها. شكرا لك مرة أخرى ظهير، ونلتقي خلال الأيام القليلة القادمة لتحليل بعض القضايا أو القرارات التي ستكون خلال الأيام القادمة. شكرا لك ظهير. شكرا بلال خويا، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في الأخير ما بقى لي إلا نقول لكم، مدام الله عز الجزائر، حفظ أمنها، وسترى الشعب. أترككم مع الزملاء في شروق مورنينغ، ما نلقاكم غدا إن شاء الله مع ضيف جديد ومسؤول جديد للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. إلى غاية الغد إن شاء الله، أتمنى لكم كل التوفيق.